السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نرحب بكم في المؤتمر الدولي للتعليم المدمج الطريق إلى اقتصاد المعرفة، والذي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية تحت رعاية معالي وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، والذي يضم عددا من الخبراء في هذا المجال لتسليط الضوء على مدى فاعلية التعليم المدمج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. صاحب المعالي الدكتور أحمد بن محمد العيسى وزير التعليم وراعي مؤتمرنا سلمه الله، أصحاب الفضيلة، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقد أتاحت تقنية المعلومات والاتصالات المعاصرة للمؤسسات التعليمية تأسيس بنية تعليمية مبتكرة لتحفيز وتعزيز عملية التعلم والتعليم، وفي هذا السياق يجري تطوير مفاهيم جديدة آخرها مفهوم التعليم المدمج. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، أيها الحفل الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تجمع الأدبيات والممارسات المثلى في التنمية البشرية على أن التعليم الجيد والمتطور هو الطريق الأنجع نحو بناء مجتمع منتج ومنافس وحيوي ومزدهر على كافة المستويات المعرفية والاقتصادية والعلمية والاجتماعية والثقافية. ولقد حظي التعليم في المملكة العربية السعودية بعناية خاصة من قبل الدولة على مر العقود السابقة، كما تولي الدولة اليوم بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله قطاع التعليم عناية كبيرة من أجل تطوير مؤسسات التعليم العالي والتعليم العام والارتقاء بمقدرات وطننا الغالي من الموارد البشرية المؤهلة لتحقيق المواءمة مع احتياجات سوق العمل ومخرجات المؤسسات التعليمية بما يتوافق ورؤية المملكة 2030. أصحاب المعالي، أصحاب السعادة، إن التطورات التنموية بمفهومها الشامل والديناميكي التي تشهدها المملكة العربية السعودية في شتى المجالات وفقاً لرؤية المملكة 2030 تملي على مؤسسات التعليم العالي مواكبة هذه التطورات من خلال الاستجابة الخلاقة والتناغم الذكي والواعي مع أحداث التجارب العالمية الناجحة في مجال التعليم العالي، سواء في أساليب تقديمه أو استراتيجيات تطويره أو نماذجه التقنية والرقمية. لا يفوتني في نهاية هذه الكلمة أن أرفع بخالص الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله، وإلى سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز على الدعم المقدم لقطاع التعليم. وختاماً، أسأل الله عز وجل التوفيق لهذا المؤتمر وتحقيق الأهداف المرجوة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are joined again by Professor William Swart. Professor William, your perception of this conference, this is the third day of the conference. Well, it has been a wonderful conference in that it has opened our minds to the riches of opportunities that exist. On the other hand, being aware of all of these opportunities is very important, but now the question is,
to what extent is this conference going to drive us to act and to be able to incorporate those so that we in fact can contribute to the building of our knowledge-based economy? البطالة عمرها ما تكون رقم إيجابي داخل أي نمو اقتصادي. It will never become a positive parameter in any growth of economy. التي تنظمه الجامعة السعودية الإلكترونية مشكورة. حضور مكثف، تفاعل مميز، مداخلات قيمة، أوراق علمية رصينة. دورنا لعلكم توافقون الرأي، دورنا الآن أنه يجب أن نجود العملية التعليمية في هذا النوع، في هذا النمط من التعلم، بحيث نقنع سوق العمل بمخرجات هذا النوع من التعلم المدمج. فكرة المؤتمر تمت قبل حوالي 3 أو 4 سنوات باعتبار الجامعة ناشئة والكثير من أو العديد حتى من المختصين سواء في مجال التعليم أو في مجال بعض التقنيات لا يعرفون شيئا عن التعليم الإلكتروني أو التعليم المدمج. بالتالي وجدنا أنه من الأفضل عقد مثل هذا المؤتمر. شيء المميز اللي لاحظته ولاحظه زملائي الآخرين وكنا نتناقش فيه بالأمس هو التفاعل الإيجابي والنقاش الإيجابي من معظم المشاركين. عادة تكون المؤتمرات فيها مجال للطرح الرأي الآخر، لكن الغريب في هذا المؤتمر كان هناك تفاعل إيجابي من الجميع والرغبة في تطبيق مثل هذا النوع من التعليم، لأنه بالفعل هو تعليم المستقبل. التقييم العام الحقيقة أشوف أنه ممتاز جدا وأكثر من رائع الحقيقة. ليش أقول هالكلام؟ لأنه ضم نخبة من الخبراء من جميع دول العالم بصراحة، متخصصين في هالمجال بالدقة، وكذلك يعني المحتوى العام والمحاور المؤتمر كانت دقيقة جدا وأثرت، قدمت الشيء الجديد لكل الباحثين والمهتمين. الجامعة السعودية الإلكترونية تتبنى هذا الأسلوب الجديد من عملية التعلم، يعطي الفرصة لأبنائنا بأن يستفيدوا من التقنية ويستفيدوا من الوقت ويستفيدوا من كافة القدرات والطاقات، وأيضا توفير المحتوى المتميز الذي يساهم بإذن الله حتى في تحقيق تطلعات ورؤى حكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله. You look at the blended learning, you know, we are not neglecting the traditional way. We are just combining two ways of learning. Some important questions raised in this conference that they might think of a danger, for example, of neglecting the traditional way. Well, first of all, any learning environment really begins with the outcomes that we desire the students to know and understand. And regardless of the modality, any environment that is aligned to helping students learn and to develop those knowledge and skills is really advantageous to both the students and to the institutions. حاليا نجد انه مطبق في الجامعه السعوديه الالكترونيه، بعض الجامعات بدات
نمط قريب من هذا النموذج، وهو طرح الجانب النظري من خلال وسائل التعليم الإلكتروني ومنصات التعليم، ثم تترك الجانب التطبيقي داخل القاعدة الدراسية حتى لو كان نمط الجامعة هو نمط التطبيقي. فبدأ هذا النمط بالتطبيق سواء داخل الجامعات التي تتبنى هذا النمط كنمط تدريسي كامل، أو التي تتبنى التعليم التقليدي، لأنه هو المستقبل مواكبة للتطور التقني اللي يشهده العالم بأسره. التعليم المدمج حقيقة يحقق كثير من هذه الأهداف. ترشيد الإنفاق يكون بشكل جيد بهذه النمط من التعليم، فهو يوفر على يعني استخدام البنية التحتية في الجامعات، استخدام الطرق، استخدام الوقت الذي يهدر في الطريق للوصول للجامعة وخلافه. أما من ناحية العنصر البشري وهو الأهم، فالجامعة تتبنى نمط يعظم الاعتماد على التقنية الرقمية، اعتماد الطالب على نفسه، التعلم طول الحياة. نحن نعرف أن المعرفة تتقادم الآن بشكل سريع. بسم الله والحمد لله. أولا أشكر لله وأرفع شكري لمقام سيدي خادم الحرمين الشريفين ولي عهد الأمين ومعالي وزير التعليم على انتهاء هذا المؤتمر ونجاحه على كافة الأصعدة بحضور الجميع. أما التوصيات فلا شك أنها توصيات نوعية، والسبب راجع إلى أن هذا أول مؤتمر أيضا نوعي ومتميز في مجال التعليم المدمج، لأن هذه أول مرة مؤتمر على مستوى الشرق الأوسط يعقد بهذا الاسم، وجميع الأبحاث توصي بتبني هذا النموذج بغض النظر عن آلية التطبيق أو مودلز أوف إمبلمنتيشنز، لأن كل جهة ممكن تطبقه بطريقة أو بأخرى حسب يعني التنظيم اللي تعتمده المؤسسة. أن لاحظنا الباحثين في جميع دول العالم هناك اتجاه كبير جدا على التعليم المدمج، وهناك تلاقح للأفكار نتيجة البحوث المشتركة اللي بدأت من باكستان ومن الهند ومن سنغافورة ومن ماليزيا ومن أمريكا وبريطانيا وغيرها، وتلاقحت الأفكار ولله الحمد. أكثر من 42 ورقة عرضت، وفيه أكثر 18 أبروفت لكن لم تعرض، لم يسعفها الوقت. تقدم لنا أكثر من 88 ورقة و 88 باحث، وتم تحكيم هذه تحكيما عالميا ودوليا، وأكثر من 40 متحدث. وأنا فخور الحقيقة بتنوع الأوراق سواء على صعيد تجارب الدول أو على صعيد نوعية الأبحاث، بعضها في التعليم العام، بعضها في التعليم العالي، وبعضها يطرح تساؤلات مستقبلية، فجاءت له بعضها في الجودة وبعضها في التصميم، فهي متنوعة، فأثرت المؤتمر إثراء جيد. ولا شك أن التعليم المدمج هو الاتجاه المستقبلي، وبالتالي جاء تأسيس هذه الجامعة السعودية الإلكترونية والتي توفر المال والوقت والجهد. هذا إذا نظرنا إلى الاقتصاد بمنظوره السطحي، لكن منظوره العملي هو قضية المعرفة وماذا نعلم وكيف نعلم وكيف نساعد المتعلم على أن يتعلم، بحيث يتحمل المسؤولية الذاتية و responsibility والaccountability والمحاسبة الذاتية. وهذا اللي نحاول التعليم المدمج والجامعة السعودية الإلكترونية نحاول غرسه بالطلاب، تكون المسؤولية الذاتية وأن يتحملها بجانب، ليس فقط الدولة تتحمل هذه المسؤولية، بجانب ذلك توفير مال ووقت وجهد.